سلام الله عليكم صديقاتي وحبيبة قلبي، وش راكم وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديو يا هذا يلقاكم في تمام الصحة والعافية يا رب. على بالي بلي طولت شوية عليكم الغيبة، خياتي سمحوا لي، فوق ضغطي الله غالب والله كنت مريضة، وكما كامل الشعب الجزائري نترحموا على كل شهداء الجيش وكل شهداء اللي راحوا في الحريق هذا، وألف رحمة ونور تنزل على أخويا جمال الشهيد الوطن. يعني راحت لي الكلمات، الله العظيم هو تحرق وحرق قلوب كل الجزائريين معاه، ربي يرحمه ويوسع عليه ويلهم أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين. سمحوا لي البنات على هذه المقدمة الحزينة، بصح والله العظيم غير الله غالب، فوق طاقتي، حالي حال كل الجزائريين، مي ما عندنا ما نديرو، هذه هي وتستمر الحياة، لازم نكملو في حياتنا. وصفتنا النهار اليوم إن شاء الله راح تكون خبيزات محشيين من أروع ما يكون، يجو خفاف وبنان وهشاش، يعني وصفة صيفية هايلة على بالي، واني متأكدة بلي الدراري راح يموتوا عليها، الكبار وصغار بيان سور. منطولش عليكم خياتي، نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل، ونلتقي بعد حين. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. نجوز المقادير تاع العجينة ديالنا. عندي لهنا البنات كاس كبير تاع الخليط بين الماء والحليب، انا درت نص وماء ونص حليب. اللي حبت البنات تدير الماء وتعوضهم يعني بزوج، تعوض هذاك الحليب دير زوج مغارف تاع الحظى اللهم بارك، اللي كيف تحب تدير الماء وتعوض هذاك الحليب بو تاع ياغورت ناتور او علبه ياغورت طبيعي، كيف ما كان حتى مشكل خياتي. سينون اللي حبت دير حليب وحده ما كان حتى مشكل، عندي مغرفه سكر ومغرفه خميره فوريه، عندي الملح وزوج مغارف زيت، وعندي باكي خميره كيميائيه والفرينه بيان سور. في الريسيبيون ديالي نجي ندير قلت لكم خليط بين الحليب والماء، نحط المغرفه تاع خميره فوريه ونحط عليها المغرفه تاع السكر، نخلطهم تخليطه خفيفه هكذا بالفوي، ونغطي عليهم ونخليهم حتى يتفاعلوا واحد 10 دقائق هكذاك. هذه شوفوا البنات بعد ما جازت ابيبخي واحد 7 دقائق لا اكثر ولا اقل، راهي سخانه تقتل. حطيت زوج مغارف تاع الزيت وحطيت الكميه تاع الملح ديالي، نخلطهم تخليطه خفيفه، ودوكا لازم ندخل يديا نحط الفرينه ديالي بيان سور، راني كنت مغربلتها من الاول، ونحط عليها الباكي تاع الخميره كيميائيه، ونبدا ندخل هكذا في الفرينه بالتدريج، ونعجن حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وتتلازق في اليدين. قد ما تكون لاباط البنات طريه قد ما حتى عطينا نتيجه احسن، شوفوا البنات القوام ديالها كيفاش، يعني تكون فريمون طريه وتتلازق هكذا. انا راح نغطي عليها ونخليها تخمر، اللي عندها الوقت تخليها تخمر وتكسر لها الخميره مرتين اللهم بارك، اللي ما عندهاش الوقت تكسر لها الخميره مره واحده وتخدم بها. لهنا في المقله حطيت شويه زيت، وحطيت شوفوا البنات راني مقطعه بصل وفلفل الوان، يعني فلفل احمر وفلفل خضر، وعندي نص راس تاع فلفل حار. نحط البصل هو الاول البنات يتقلى هكذا في هذيك الزيت حتى يدبل شويه، جست نشوفه دبل نحط عليه الفيونداشي كيما تقدروا البنات، يعني تعوضوه باي حاجه. حبيت برك تدبيره صغيره برك البنات، انا شوفوا كي نقضي قضيان تاع الشهر نشري فيونداشي كونتيتي تاع فيونداشي، ونديرها كيما راكم تشوفوا هكذا، نطرحها ونديرها في ساشيات، وكي نستحق نجبد، يعني ماشي لازم نخرج نشري ولا، يعني نلقاه ساهل. كي نعول نجبدو نجبدو شويه على البكري، شوفوا يدوب تقولي هذا وين شريته، هذه يعني تدبيره صغيره. هذه البنات شوفوا نحط هذاك الفيونداجي لهنا مع البصل، ونحلو مليح بال يعني هكذا بسباتول ولا بالمغرفه ديالي، حتى باش ما يربيناش يعني هذوك التكتلات. شوفوا البنات وتقلى معايا مليح مليح، نجي نحط هذوك الفلافل، قلت لكم درت راس فلفل خضر وراس فلفل احمر حلوين، ودرت نص راس تاع فلفل حار هكذا، نخلطهم البنات شويه ونخليهم يتقلاو حتى يدبال معايا داك الفلفل. نحط عليهم شويه برك ملح البنات، رشه صغيره باسكو حنزيدو الزيتون وحنزيدو الفرماج، ونحط رشه تاع فلفل الكحل، ونخليهم هكذا قلت لكم يتقلاو مليح مليح حتى نشوف هذاك الفلفل ديالي بدا يدبال. فوالا البنات شوفوا بعد ما دبل معايا داك الفلفل مليح، نجيب انا لهنا جبت حبه طوماطيش تكون كبيره رابيتها،
وزدتها على التيك توك ديالي، ودرت انا نص مغرفه صغيره تاع طوماطيش مصبره، ما زدتلوش الا انتبهتو، مش راح ندير كامل مع البنات، راح يطيب هذا لاصوص ديالي ولا لافارس ديالي، راح اطيب في غير في الماء هذاك تاع الطوماطيش اللي راح تطلقو، نغطي عليها ونخليهم حتى يطيبوا مليح، وميم طون ينشفوا لي كامل من هذاك الماء. ما درتش كامل لي زيبيس البنات، يعني تعمدت ندير غير فلفل الكحل والملح باش نحافظ على البنه تاع المكونات. درت رشه تاع معدنوس ولا هنا شويه زيتون خضر البنات، اشيتو في الاشواغ هكذاك شغل كسرتو برك ماشي رحيتو. اللي تحب دير زيتون كحل دير، اللي تحب تستغنى عليها بيان سور ما كان حتى مشكل. عجل هذه البنات اللي قلت لكم انايا نقصوا الملح باسكو الزيتون شويه مالح مع الفخوماج، تقدروا ما ديروش الملح كامل باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا البنات بعد ما خمرت لاباط ديالي، كيما قلت لكم اللي تقدر يعني تكسر لها الخميره مرتين معليش، واللي ما تقدرش مره تكفي. انا راح نحي كامل، شوفوا هذاك العجين اللي لصق لازم نحوه كامل، ندير كميه معتبره من الفرينه. شوفوا البنات العجينه كيفاش راهي متلوقه، على جال هذيك اللي قلت لكم يعني قد ما نخلوها متلوقه قد ما راح تعطينا نتيجه هايله. نجيب لاكوبات ونقطع هكذا بهذا الشكل، ندير هكذا دي بولات صغار كيما راكم تشوفوا، نديرهم كيما نديروا لي بولات تاع المسمن. شوفوا نحكموهم هكذا من الاطراف وندير هذه الطريقه، نبوليهم بهذه الطريقه البنات المبتدئات بيان سور هكذا، نبوليهم كامل ونغطيهم، ومن بعد نجوزو ونفخسيوهم مع بعض هكذا البنات. هاي لك لافارس ديالي بعد ما وجدت وبردت. انا لهنا استعملت اللعبه اللي حتسقسوني على الفخوماج، انا استعملت هذا الشيدغ اللي عنده هذا الغلاف الاحمر هذا، سي لا ميغ البنات، يعني شفتوا النتيجه ما شاء الله. درت فخوماج غوج ودرت فخوماج المثلثات هذا، وانتوما بيان سور البنات ما تتقيدوش، يعني تخدموا باي نوع فخوماج توفر عندكم. نجيب لابول ديالي نبسطها هكذا غير، تقدروا يعني بيديكم بلا ما تستعملوا نهائيا الحلال، نزيد لها هكذا شويه برك نحلها هكذا بالحلال، نحط لافارس ديالي، نحط يعني كميه معتبره ما تحطوش حاجه قليله باش يعني كي تاكلوهم ما يجوش فارغين، يجو معمرين يجو متحوفين وبنان. نحط عليهم هذاك الفخوماج ونزيد نرابي لهم شويه فخوماج شيدر، ونفتت عليهم شويه فخوماج غوج هكذا بهذه الطريقه، ونحكم من الجوانب. شوفوا يعني البنات المبتدئات شوفوا الطريقة، اني حاولت يعني نوصل لكم كل المراحل بالتفصيل، نغلقهم مليح مليح، شوفوا نزير عليهم مليح ونسقمهم هكذا، ونعاود نخليهم البنات يريحوا، ماشي تمتم تخبزوهم ولا تمتم تبسطوهم. يعني شوفوا هذوك الربعة اللي من هيك راني فخسيتهم وغطيتهم خليتهم يريحوا، وراح نزيد نخدم لهنا وحده قدامكم باش تشوفوا وتفهموا مليح مليح. نبسط العجينه ديالي بهذه الطريقه لكم تشوفوا فيها، نعمرها بالحشوه وندير لها الفخوماج فوالا، ونحكم كامل هذوك الاطراف هذوك هكذا كيما راه كيما نحكموا السره، هي اصلا راهي سره. نزيرهم هكذا مليح 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 باش نضمن ما يخرج معايا لافارس، او دوكا نجوزو نبسطوهم ولا نقرصوهم. او ميم طون البنات انا الطاجين راني درتو يسخن، انا ديجا راني طيبت شويه من قبل، نبسطهم بهذه الطريقه لكم تشوفوا فيها غير خفيف خفيف البنات، يعني ما تضغطوش عليهم بزاف باش ما تخرج لكمش لافاغ. شوفوا الهواء كيفاش هم معمرين هواء ما شاء الله، ونجوزو نطيبوهم كيف كيف. فوالا البنات انا الطاجين ديالي لهنا دهنتو بشويه مارغارين باش يعطيني نتيجه مليحه ويتحمروا لي يعني بالطبع. ها ملك البنات شوفوهم طابوا ما شاء الله، انا راني نقلب فيهم او ميم طون، شوفوا هاني مطيبه يعني كونتيتي من الاول، وكي يطيبوا البنات لازم يعني طيبوهم في هذه الجوانب، مش راح تخليوهم هكذا بيوضة امبوسيبل، لازم تشدوهم يعني بطرشونه ولا بلا بينس هكذا وتحمروهم مليح مليح في الجوانب. تقدروا يعني تزيدوا تدهنوهم بشويه مارغارين باش يتحمروا معكم فاسيلمون ويجي الشكل ديالهم شباب. انا راح نكمل البنات نطيب كامل الخبيزات ديالي، ونتلاقاو في طبق التقديم باذن الله. تروحوش بعيد. اي فوالا البنات هاهم لك الخبيزات ديالنا، وجدوا ما شاء الله جاو خفاف وبنان، ومش نحكي لكم يا البنات شاهدكم في الجنه جاو تحفه تحفه. شوفوا هذاك الفخوماج كي تكون يعني ماذا بينا نخيروا نوعيه شابه تاع الفخوماج باش نتحصلوا على نتيجه مرضيه. شوفوا خياتي هاي لك النتيجه قدامكم،
ما شاء الله، يعني جو خفاف وبنان تحفة تحفة يا البنات، حاجة بزاف توب، حاجة سهلة، حاجة خفيفة يحبوها الكبار والصغار. شوفوا هذاك لاباط، يعني الخبز كيفاش جاو يبان خفيف وهشيش ما شاء الله. قلتكم كتروا لافقس البنات يعني باش تتحصلوا على نتيجة مليحة، واللي ما عندهاش فيونداجي تقدر تعوضوا، يعني دير الدجاج، دير الطون، دير اي حاجة حبيتوا تفقسيو بها ولا توفرت عندكم جامي تتقيدوا. يعني المهم رديو يعني عائلتكم ووليداتكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا نهار اليوم، ونكون كفيت ووفيت وصلت لكم كامل المعلومات. ما تبخلونيش خياتي بجام، وبختار صحاباتكم واحباباتكم. امشي مشتركه معنا في القناه، تشترك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.